السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار عاملين ايه؟ معك احمد كامل من وورلد اوتو، مع حضراتكم في فيديو جديد ومقارنه جديده جامده جدا جدا ما بين ثلاث عربيات. بصراحه منافسه ما بينهم كبيره جدا في السوق المصري خلال الفتره اللي فاتت، الهونداي الاكسنت الار بي والنسان الصني والعربيه الرينو التالنت اللي واقفه هناك اللي مش موجوده في الكادر اللي هنشرحها مع حضراتكم. هنمسك كل عربيه من الثلاث عربيات هنشرحهم شرح تفصيلي، كل واحده هنمسكها لوحدها هنشرحها شرح تفصيلي من الداخل ومن الخارج، مواصفات كل واحده بتقدم ايه اللي ليها وايه اللي عليها. وارجع لحضراتكم في اخر الفيديو هقول لك الاسعار الرسميه والاسعار بعد الاوفر برايس وكل عربيه اللي ليها واللي عليها باختصار شديد جدا. الفيديو دوت هيكون فيه كل المواصفات اللي حضرتك محتاج ان انت تعرفها عن كل عربيه من الثلاث عربيات اللي موجودين معانا النهارده. فانزل بسرعه اعمل الاشتراك الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس ونوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعتها في الديسكربشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. نتكلم على الموتور اللي بتقدم بيه العربيه الاكسنت الار بي، واللي هو نقطه من نقط الامتيازات اللي بتخلي الناس تروح ليها. العربيه بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر تنفس طبيعي، 125 حصان، 156 نيوتن، متوصل بناقل حركه اوتوماتيك. خزان الوقود اللي موجود في العربيه بيجي معاك 43 لتر. مكنه وفتيس 10 على 10 ممتازين، مفيش فيهم اي مشاكل تذكر. اتكلم مع حضراتكم على الموتور اللي بيتقدم في العربيه الرينو الثالث، وزي ما حضراتكم شايفين الكبوت بيجي معاك عازل للصوت. العربيه بتقدم بموتور 1000 سي سي 3 سلندر تيربو مش تنفس طبيعي، 100 حصان، 140 نيوتن عند 1750 لفه في الدقيقه، متوصله بناقل حركه اوتوماتيك سي في تي. وخزان الوقود اللي بيتقدم في العربيه الرينو التالنت بيجي معاك 50 لتر. لا هنتكلم على الموتور اللي موجود في العربيه النسان الصنفي، بيجي معاك 1500 سي سي 4 سلندر تنفس طبيعي، 108 حصان، 134 نيوتن. العربيه متوصله بناقل حركه يدوي من 5 سرعات في الفئه الاولى والفئه اللي بعد كده بناقل حركه اوتوماتيك. خزان الوقود بيجي معاك 41 لتر. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود فيه العربية الار بي، فأول حاجة عايز أوري لحضراتكم مفتاح العربية. ده مفتاح العربية الار بي. العربية الار بي بتتقدم بخمس فئات، الفئة اللي موجودة معانا النهاردة هي الفئة الرابعة. الإضاءة في كل العربيات من أول فئة لحد آخر فئة بتيجي معاك هالوجين. من اول لاخر فئه الاضاءه بتيجي معاك هالوجين زي ما حضراتكم شايفين كده. العربيه موجود معاها فوج لايت امامي، والشبكه الاماميه اللي بتيجي كلها باللون الاسود اللي حواليها كلها كروم، ولوجو طبعا هيونداي الوسطي. شكل العربيه حضراتكم كلكم عارفينه زي ما هو ما بيتغيرش. نيجي لجنب العربيه، في اول حاجه عليك هتيجي عليها هو الجنط. العربيه الفئه الاولى والفئه الثانيه والفئه الثالثه بتيجي بتصاط 14 بوصه 175 على 70، والفئه الرابعه والفئه الخامسه بتيجي بجنوط 16 بوصه 195 على 50. نيجي نبص مع حضراتكم على المرايات اللي بتيجي معاك كهرباء مش ضم كهرباء وفيها اشارات في المرايات. العربيه معاك من اول فئه فيها زجاج في مي، حاجه من الحاجات برضو اللي ممتازه والكويسه جنب العربيه العملي والسلس واللي ممتاز جدا جدا. الخلوص الارضي اللي موجود في العربيه الاكسنت الار بي بيجي معاك 147 ملي. دي كده كانت كل التفاصيل اللي موجوده في مقدمه وجنب العربيه. نيجي دلوقتي مع حضراتكم نشرح شكل العربيه من الخلف، تابعونا. هنشرح مع حضراتكم شكل العربيه الار بي من الخلف. زي ما حضراتكم شايفين الزجاج الفيمي اللي مدي شكل مميز جدا للعربيه. العربيه في كل فئاتها مفيش فيها اي سنسور سواء امامي او خلفي في الفئات كلها، والعربيه برضو للاسف الشديد في كل فئاتها مفيش فيها كاميرا خلفيه حتى في الفئه الاخيره. نفتح كده مع حضراتكم الشنطه. مساحه الشنطه اللي موجوده في العربيه الار بي بتيجي معاك 389 لتر، والاستبن اللي بيتقدم في العربيه بيجي معاك جنط زي اللي راكب معاك قدام، حاجه برضو من الحاجات اللي ممتازه. اغلب العربيات الاستبن اللي بيبقى موجود فيها ولا بتتقدم فيها بيجي معاك طاسه مش زي الجنط اللي راكب. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه، تابعونا. فالمساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه في العربيه الار بي بصراحه ممتازه وكويسه.
زي ما حضراتكم متعودين معانا الكراسي الموجوده في اللي قدام بنحطها في وضعيه متوسطه بحيث الشخص اللي قدام يبقى قاعد مرتاح، ونفس الكلام الشخص اللي قاعد فيه الكنبه الخلفيه برضو يبقى قاعد مرتاح. فمسافه اللي ما بينه وما بين الكرسي الامامي ممتازه وكويسه جدا جدا، القايم مش هيعيقك وانت داخل او انت خارج. نفس الكلام المسافه اللي ما بينك وما بين السقف ممتازه وكويسه. الفئه اللي معانا هي الفئه الرابعه، فالمفروض يعتبر الفئه قبل الاخيره في افضل الخامات وافضل حاجه تكون موجوده. فالبلاستيك بيعم على اغلب اجزاء العربيه، مسند ايدك برضه بيجي معاك من البلاستيك، في جزء صغير هو اللي بيجي معاك قماش، الاكرة بتيجي معاك من الكروم. العربيه مش موجود فيها فتحات تكييف خفيه، ومش موجود برضه فيها نفق فتيس، حاجه برضه من الحاجات الممتازه عشان تاخد معاك تلات اشخاص، الشخص التالت اللي هيبقى في النص ما يبقاش فيه اي اعاقه بالنسبه له. عموما العربيه مش محتاجه فتحات تكييف خلفيه، لان التكييف اللي موجود في العربيه الار بي ما شاء الله عليه لا يعلى عليه، ممتاز وكويس. العربيه طبعا بتتقدم كلها بفرش جلد. نخش بقى دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على التابلو الامامي، تابعونا. لو هنشرح مع حضراتكم الصالون الامامي اللي موجود فيه العربيه الاكسنت الار بي، فزي ما انتم شايفين دي لوحه العدادات، الجزء على الشمال ده الار بي ام على يمين السرعات، وفي النص شاشه الكمبيوتر. لو هنرجع هنا لورا شويه فانت عندك الطاره اللي بتيجي مالتي اللي فيها الرد والغلق على المكالمات والتحكم في المالتي ميديا. لو هنيجي هنا على اليمين فانت عندك شاشه 8 بوصه موجود فيها طبعا بلوتوث، مش موجود فيها كاميرا خلفيه في الفئه اللي موجوده معانا. ده الزرار بتاع الانتظار، ده الزرار بتاع التكييف، دي السخانات بتعلي وبتوطي من هنا. عندك طبعا هنا التكييف، هنا بيديك افضل بروده، هنا بتتحكم في المروحه، هنا الهواء يجي لك من الامام او من الامام ومن رجلك من تحت او من رجلك من تحت او السخانات اللي موجوده في العربيه. هنا بتقفل دخول وخروج اي هواء خارجي سواء كان عدم سهرات او اضطراب اللي موجود في الشارع. عندك تحت مخرج ولاعه ومخرج 12 فولت، وعندك مخرج يو اس بي واي او اكس، وطبعا في مساحه تخزين. نقل الحركه اللي بيجي معاك اوتوماتيك من اربع سرعات، الجزء ده كله طبعا بيجي معاك من البيانو بلاك. هنا اتنين كاب هولدر، فرامل اليد اللي بتيجي معاك يد ومش كهرباء، الكونسول الوسطي اللي بيجي معاك من القماش، ده الدرج مساحه التخزين اللي موجوده فيه نقدر نقول عليها ان هي متوسطه. البلاستيك بيعم على كل اجزاء العربيه، بيبان، تابلو امامي، الدرج، كل حاجه موجوده في العربيه بتيجي من البلاستيك. هنبص كده فوق، المرايه طبعا مش موجود فيها اضاءه، نفس الكلام هنا. هنا عندك جراب النضاره، ديت الاضاءه اللي موجوده في العربيه. العربيه طبعا موجود فيها فتحه سقف زي ما حضراتكم شايفين. نقفل كده نوريكم الباب. هنا زرار السائق بس هو اللي بيجي معاك اوتو، من ضغطه واحده هترفع وتنزل الازاز، باقي الازاز طبعا مش بيجي معاك اوتو. هنا اللوك اللي موجود في العربيه، هنا طبعا التحكم في المرايات زي ما قلت لكم اللي بتيجي معاك كهرباء. هنا طبعا الجزء دوت هنا بتقفل، محدش يقدر يتحكم في طلوع ونزول الازاز غيرك انت بس. ده كده كان شرح الصالون الامامي في العربيه الاكسنت الار بي. نشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي للعربيه التالنت. العربيه التالنت زي ما انتم شايفين بتيجي مع اضاءه نهاريه ال اي دي، والاضاءه الاماميه بتيجي معاك هالوجين زي ما حضراتكم شايفين كده. شكل الفانوس بصراحه جامد جدا، العربيه عموما شكلها ما شاء الله عليه مميز وجميل. معاك سنسور بارك امامي ومعاك سنسور بارك خلفي، وفيها كاميرا خلفيه، لوجو رونو الوسط، والشبكه الاماميه اللي بتيجي باللون الاسود اللي مش لامع. نيجي بجنب العربيه، فاول حاجه عينيك هتيجي عليها وهي الجنوط اللي بتيجي 16 بوصه. الفئه الاولى بتيجي بطاسات 15 بوصه بتتقدم فئتين، والفئه اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه الثانيه. مفيش اشارات في المرايات زي ما انتم شايفين كده، المرايات بتيجي معاك كهرباء، وما فيهاش برضو للاسف زجاج في مي زي ما انتم شايفين كده. ده شكل جنب العربيه الرينو التالنت اللي العمليه والسلاسه بتعم عليها، مفيش فيها اي سوك نهائي. الباب زي ما انتم شايفين كده ممتاز. الخلوص الارضي اللي موجود في العربيه بيجي 161 مللي، مش هتحك معاك في اي مطبات، العربيه ارتفاعها ممتاز جدا جدا عن الارض، مش هتحك معاك في اي مطبات نهائي. ده شكل الفانوس الخلفي، ودوت السنسور البارك الخلفي زي ما انتم شايفين. ده شكل كده الشنطه
وموجود زي ما قلت لحضراتكم برضو معاك كاميرا خلفية. نفتح معاكم الشنطة اللي المساحة اللي موجودة فيها بتيجي 528 لتر، بتشيل من الحباب كتير، مساحة الشنطة ممتازة جدا جدا. نبص بصة كده على الاستبن، بيجي معاك طاسة مش جنط زي اللي راكب، وطبعا بيجي معاها شنطة العدة والكوريك بتاع العربية. نخش نتفرج على المساحات اللي موجودة في الكنبة الخلفية ونشوف الخامات اللي موجودة في البيبان. فالباب الخلفي البلاستيك هنا يا جماعة، سواء في الفئة الأولى أو الفئة التانية، البلاستيك بيعم على أغلب أجزاء العربية، سواء كان في بيبان، سواء كان في التابلو الأمامي أو أي جزء إيدك هتيجي عليه، فالبلاستيك بيعم على أغلب أجزاء العربية. الفرش هنا بيجي كله معاك من القماش، ومفيش مسند يد وسطي، وهنا مفيش للأسف كونسول وسطي، في مسند بس يد. نفق الفتيس نقدر عليه ان هو متوسط، العربيه هتشيل شخصين بالغين وشخص صغير او طفل صغير هيقعد معاكوا في النص. نفس الخامات اللي موجوده في الباب الخلفي هي اللي موجوده في الباب الامامي، بس هنا مسند ايدك بيجي معاك من القماش. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح كل التفاصيل الصغيره والكبيره في التابلو الامامي، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم داخل صالون العربيه الرينو الجديدة. أول حاجة عايز أوري لحضراتكم مفتاح العربية، ده شكل مفتاح أهو جاي على نفس شكل الكارت، مفتاح ضخم جدا وكبير جدا جدا. تمام كده، أول حاجة ندور مع حضراتكم العربية، بتيجي بستارت ستوب انجن، الزرار تحت هنا أهو. العربية كده دارت معانا. بص أول حاجة كده العربية مفيش فيها مؤشر حرارة، فيها لندا. اللندا ديت لما بتكون أيدة خضراء زي ما حضراتكم شايفين كده، معنى كده إن الحرارة اللي موجودة في العربية بتبقى قليلة، ما تتحركش بالعربية غير لما اللندا تتفي. لا قدر الله بعد الشر علينا وعليكم كلكم جميعا، لما بتقيد أحمر يبقى كده في مشكلة، يبقى كده تقف وتركن على طول، لأن لا قدر الله ممكن العربية تقلب معاك بوش سلندر. العربية مفيش فيها مؤشر حرارة في مكانها اللندا اللي حضراتكم شايفينها. الجزء اللي على الشمال الخاص بيه الار بي ام، والجزء اللي على اليمين الخاص بعداد السرعات، وفي النص معاك شاشه الكمبيوتر اللي فيها مؤشر البنزين. نرجع هنا لورا شويه، فانت عندك الطاره اللي بتيجي معاك مالتي اللي فيها التحكم في مثبت السرعه والتعلي وتوطي الصوت والتحكم في المالتي ميديا. زي ما انتم شايفين شكل الطاره كده، شكلها شيك وجامد جدا جدا. نيجي هنا للجزء اللي على اليمين، وديت شاشه المعلومات. بص كده على الكاميرا الخلفية، طبعا الريزولوشن مش احسن حاجة، الجودة مش احسن حاجة، بس بتفي بالغرض اللي هي معمولة علشانه. انا معاك هنا زي ما حضراتكم شايفين مخرج يو اس بي جنب الشاشة، شكله بصراحة مش احسن حاجة، لو كان يبقى على الجنب هنا او مكان مش باين كان يبقى شكله الطف بكتير، لان انت طبعا انت عارفين ان هي بتتعمل بسلك، السلك هيبقى مدلدل قدامك، مش احسن حاجة. نزل هنا لتحت شوية، ده الزرار بتاع الانتظار، وده الزرار بتاع اللوك اللي موجود في العربية. نزل نشغل مع حضراتكم التكييف اللي بيجي معاك اوتوماتيك، زي ما حضراتكم شايفين كده التكييف اشتغل معانا. هنا بتعلي وبتوطي المروحة، الزرارين دول بتوع السخانات، وهنا ده الزرار بتاع الكباس، لما بتشغله بيشتغل معاك التكييف، ولما بتقفل بتشتغل معاك مروحة عادية خالص. هنا بتقفل دخول اي هواء خارجي، سواء كان عوادم السيارات او التراب اللي موجود معاك في الشارع، وانصحك ان انت تبقى عامله على الوضعيه ديت على طول. هنا الهواء يجي لك من الامام ومن الامام ومن رجلك من تحت او السخانات، زي ما انتم شايفين افضل حاجه طبعا اللي هو يجي لك من الامام. هنا ديت معاك مخرج يو اس بي ومخرج كهرباء 12 فولت. هنا عندك مساحه تخزين، ناقل الحركه اللي موجود معانا، فرامل اليد اللي بتيجي معاك يدوي، الكونسول الوسطي اللي مسند زي ما حضراتكم شايفين كده صغير بس شغال برضو يفي بالغرض، احسن ما كان يشيلها لك خالص من العربيه. ومعاك تحت هنا اتنين كاب هولدر، ديت مخارج، شكل مخارج التكييف اللي الجزء ده كله بيجي معاك من البيانو بلاك لحد اخر العربيه من هنا. نبص كده على المساحات اللي موجوده في الدرج الامامي، مساحه صغيره جدا جدا يا جماعه بصراحه، مساحه التخزين صغيره جدا جدا. الخامات اللي موجوده بقى في العربيه بلاستيك بلاستيك بلاستيك، البلاستيك بيعم على اغلب الاجزاء العربيه، الجزء ده بيجي معاك كله من القماش. نفس الكلام هنا، الجزء ده كله بيجي معاك قماش، باقي الاجزاء كلها بلاستيك، الاكره بتيجي معاك من الكروم. البلاستيك بيعم على اغلب اجزاء العربيه يا جماعه.
هنا الشماسة موجود فيها مراية بس للأسف مش موجود فيها اضاءه. نفس الكلام للراكب الامامي، موجود فيها مراية بس مش موجود فيها اضاءه. ده هنا الاضاءة الوسطية والمراية اللي موجودة في الوسط العربية، طبعا مش موجود فيها فتحة سقف. كده احنا شرحنا مع حضراتكم كل التفاصيل اللي موجودة في العربية الامامي. هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي للعربية النيسان الصيني. زي ما حضراتكم شايفين الفئة اللي موجودة معانا النهاردة هي الفئة الاولى اللي بتيجي بالناقل الحركة المانوال. العربية بتتقدم باربع فئات، فئة ناقل حركة مانوال وثلاث فئات بناقل الحركة الاوتوماتيك. ديت الفئة الاولى المانوال اللي زيها نفس الفئة الاولى برضو الاوتوماتيك. العربية بتيجي باضاءة امامية هالوجين، الشبكة الامامية اللي بتيجي معاك بالكروم متحوطة بالبلاستيك اللي لونه اسود. نيجي جنب العربية، العربية الفئة الاولى في المانوال والاوتوماتيك بتيجي معاك بتصاط 15 بوصة 85 على 65، والفئات اللي بعد كده بتيجي بجنوط 15 بوصة. العربية بتيجي بمرايات زي ما حضراتكم شايفين كهرباء مش دم كهرباء. العربية ما فيش فيها ازاز فيمي في الفئة الاولى، بيبقى موجود من الفئة التانية الاوتوماتيك. جنب العربية السلس والعملي واللي ممتاز جدا جدا دوت. كده شكل العربية من الخلف. الفئات اللي بعد كده الفئة التانية الاوتوماتيك بيبقى موجود فيها سبويلر خلفي بيغير شكل العربية حرفيا 180 درجة. هنا مش معاك ولا سنسور بارك خلفي ولا معاك الكاميرا الخلفية. الشنطة طبعا مش بتتفتح من الخلف، الشنطة تقدر ان انت تفتحها من الريموت او من الداخل زي ما هنشوف دلوقتي مع حضراتكم. بتتفتح من داخل العربية، ده المكان اللي بتفتح منه الشنطة. مساحة الشنطة اللي موجودة في العربية النيسان الصيني بتيجي معاك 490 لتر، مساحة ممتازة وكويسة جدا جدا، هتشيل معاك حاجات كتير. الاستبن اللي موجود في العربية بيجي معاك طاسة ودوت الكريك. ده شكل التقفيل الداخلي للعربية النيسان الصيني. طبعا زي ما حضراتكم عارفين العربية بتيجي تقفيل مصري. نخش نتفرج على المساحات الداخلية كده. فالنيسان الصيني المساحات الداخلية ما شاء الله ممتازة وكويسة. الباب طبعا البلاستيك بيعم على كل اجزاء، والتابلو الامامي والبيبان وكل حاجة في العربية بتيجي معاك من البلاستيك. الفرش طبعا بيجي معاك من القماش. هنا معاك فتحات تهوية خلفية مش فتحات تكييف. العربية نفق الفتيس اقل من المتوسط، هتاخد معاك 3 اشخاص بالغين هيقعدوا مرتاحين في الكنبة الخلفية. المساحات زي ما قلتلكوا ممتازة وكويسة. نبص على الباب الامامي فنفس الكلام. هنا الاكرة في الفئة الاولى بتيجي معاك باللون الاسود، بعد كده بتبقى شكلها مختلف بتيجي معاك من الكروم. دلوقتي احنا مع حضراتكم في شرح الصالون الامامي للعربيه السنترا. اول حاجه كده ندور العربيه، الجزء اللي على الشمال الخاص بالار بي ام، نوطي كده الصوت. الجزء اللي على الشمال الخاص بالار بي ام، والجزء اللي في النص الخاص بالسرعات، وعلى اليمين عندك شاشه الكمبيوتر اللي صغيره جدا جدا. نرجع هنا كده لورا، الطاره مش بتيجي مالتي. هنا العربية بتيجي بكاسيت راديو عادي خالص. هنا الجزء بتاع التكييف نشغله كده مع حضراتكم. ده الجزء بتاع المروحة، ده الجزء بتاع الكباس. لما بتشغله بيشتغل معاك هواء ساقع، ولما بتقفله بتشتغل معاك مروحة عادية. هنا بتتحكم في درجة البرودة، هنا بتتحكم في الهواء يجيلك من الأمام أو من الأمام ومن رجلك من تحت أو من رجلك من تحت، أو السخانات زي ما حضراتكم عارفين. هنا الزرارين دول، هنا لما بتجيبها على اليمين كده خالص بيقفل لك دخول اي هواء خارجي، ولما بتجيبها على الشمال بيفتح لك دخول بقى سواء كان بقى عوادم سيارات سواء كان تراب. انا انصحك ان انت ما تدخلش اي هواء خارجي في العربيه. زي ما انا قلت لحضراتكم ان البلاستيك بيعم على كل اجزاء العربيه سواء كان في بيبان او سواء كان في التابلوه الامامي، كل ده بلاستيك. مساحة التخزين مش احسن حاجة اللي هنا، وهنا برضو في مساحة تخزين. هنا ده ناقل الحركة اليدوي
اللي من 5 سرعات. عندك هنا في 2 كاب هولدر فرامل اليد اليدوي، هنا مفيش مسند يد، هنا في مراية بس مفيش معاها إضاءة، نفس الكلام هنا. زي ما انتوا شايفين منظر الباب، الأكرة في الفئات اللي بعد كده ديت بتيجي من الكروم. هنا الباب كله بلاستيك، حتى الزراير، الزرار بتاع السواق بس هو اللي بيجي اوتو، بقيه الزراير مش بتيجي اوتو. اوتو يعني انت بضغطه واحده زي ما انتوا شايفين هينزل الازاز معاك. نقف بقى دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، اللي هو لك الاختلاف اللي ما بين الفئات، سواء كان في اوبشن عوامل امان والراي النهائي في العربيه. تابعونا. دلوقتي احنا مع حضراتكم في اخر جزء في الفيديو. طبعا مفيش افضل غير ان احنا نبتدي بعوامل امان. العربيه الصيني بتيجي باي بي اس، اي بي دي، بي اي، 2 ايرباج، امبلايزر ضد السرقه. دي بالنسبه لعوامل الامان اللي موجوده في الصيني. لو هنيجي بقى على الاختلاف اللي ما بين الفئات، فئه العربيه الاولى بتيجي بناقل حركه مانوال، تكييف يدوي، مروحه للمقاعد الخلفيه، 4 سماعات اي اكس بلوتوث، تصاوت 15 بوصه 185 على 65، وبيبقى موجود فيها مصابيح ضباب اماميه. الفئة التانية الاختلاف الوحيد ان هي بتبدأ بقى بيبقى بدل نقل الحركة اليدوي بيجي معاك اوتوماتيك. الفئة التالتة بتيجي بطارة مالتي، شاشة 7 بوصة، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، كاميرا خلفية بدل التصاط جنوط، سبويلر خلفي، زجاج فيمي. الفئة الاخيرة بتيجي بسنسور خلفي، بصمة، تكييف اوتوماتيك، شكل العدادات بيتغير معاك، المرايات بتيجي كهرباء. لو هنخش بقى على الطول والعرض والارتفاع، العربية الطول 4425 ملي، العرض 1695 ملي، الارتفاع 1500 ملي، وخزان الوقود 41 لتر، وخلوص الارضي 155 ملي. العربية الاكسنت الار بي، فبتيجي بالنسبة لعوامل الامان امبلايزر ضد السرقة، اي بي اس، 2 ايرباك، ديسكات خلفية، والعربية العفشة الأمامية بتيجي معاك فيرسم، والخلفية بتيجي معاك تورشم بيم. ركز بقى معايا في اختلاف الفئات الله يرضى عليك. الفئة الأولى موجود فيها زجاج كهرباء أمامي وخلفي، مسند يد أمامي، تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، فرش قماش، تكييف يدوي، مخرج كهرباء 12 فولت، ولاعة وطفاية سجاير. زي ما قلنا حضراتكم احنا شرحنا الجنوط الأولى والثانية والثالثة تصاط، الرابعة والخامسة بتيجي جنوط. مرايات كهرباء، زجاج في مي خلفي، ريموت كنترول، راديو ام بي 3، بلوتوث، 4 سماعات، اي يو اكس، يو اس بي. فئه ثانيه فيها فتحه سقف وشاشه 7 بوصه. الفئه الثالثه اتشال فتحه السقف واتشالت الشاشه ال7 بوصه، واتحط ال2 ايرباج والاي بي اس. الفئه الرابعه الامان فضل موجود معانا، والجنوط اتضافت بدل التصاط، والشاشه بس اللي رجعت بدل فتحة السقف. الفئة الخامسة موجود فيها مثبت السرعة ورجعت تاني فتحة السقف. ده بالنسبة لاختلاف الفئات اللي موجودة في العربية الار بي. تمام، نتكلم مع حضراتكم على الابعاد. فالطول بيجي 4396 ملي، العرض 1848 ملي، الارتفاع بيجي 1501 ملي، قاعدة العجلات بتيجي معاك 2649 ملي. دي كده المواصفات اللي بتتقدم في العربية. نيجي بقى للجزء المهم، العربية بتيجي في الاختلاف اللي ما بين الفئتين. العربية زي ما قلت لحضراتكم بتتقدم بفئتين، الفئة الأولى بتيجي بتصاط 15 بوصة والفئة الثانية بتيجي بجنود 16 بوصة. لو نتكلم مع حضراتكم على عوامل الأمان، الفئة الأولى بتيجي ب2 ايرباك، واحد للسائق، واحد للراكب الأمامي، والفئة الثانية بتبقى موجود فيها 4 ايرباج، 2 للسائق، واحد للسائق، واحد للراكب الامامي، وايرباجات جانبيه. فاي بي اس، واي بي دي، واي اس بي الثبات الالكتروني، واي بي اي برنامج توزيع قوه الفرامل، وهيل ستارت اسيست برنامج المساعده على المرتفعات، وامبلايزر ضد السرقه، وحساس ركن خلفي، سنسور ركن خلفي، والسنسور الامامي بيبقى موجود في الفئه الثانيه، وتحذير عند انخفاض ضغط الاطارات، سنسور الاطارات موجود برضو في الفئه الثانيه. يبقى الفرق ما بين الاولى وما بين الفئه الثانيه في عوامل الامان، في عدد الارباجات. الفئه الاولى بيبقى موجود فيها 2 ايرباج، والفئه الثانيه بيبقى موجود فيها 4 ايرباج، والفئه الثانيه موجود فيها سنسور بارك امامي وتحذير انخفاض ضغط الاطارات. ده الفرق ما بين الفئات في نقطه عوامل الامان. نيجي في المواصفات،
الفئة الأولى فيها إضاءة نهرية LED تشغيل تلقائي للمصابيح، مراية جانبية بتحكم كهرباء مش ضم كهرباء، الزجاج الأمامي والخلفي بيجي معاك كهرباء، وكشافات ضباب أمامية وخلفية، فيها مثبت سرعة ترى مالتي، شاشة عدادات ديجيتال 4.2 بوصة. ده كل الاوبشن اللي موجود في الفئة الاولى. لو هنتكلم مع حضراتكم على الفئة الثانية، فبتزيد عن الفئة الاولى التشغيل التلقائي للمساحات، سنسور المساحات اللي بيشتغل لما المطر بينزل، المساحات بتشتغل معاك اوتوماتيك، ونظام دخول السيارة بدون مفتاح، كارت رينو الذكي، والطارة بتيجي معاك جلد، تكييف هواء اوتوماتيك، وشاشة 8 بوصة، شاشة عرض 8 بوصة، فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، والكاميرا الخلفية، ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح. يبقى الفئة التانية فيها ستارت ستوب انجن ودخول وخروج بدون مفتاح، ومعاها كارت رينو الذكي. العربية الألوان اللي بتتقدم بيها بتتقدم بخمس ألوان، زي ما قلت لحضراتكم الفئة الأولى بتتقدم بتصاط 15 بوصة، الفئة التانية بتتقدم بجنوط 16 بوصة. ديت كل التفاصيل اللي موجودة في العربية. رجعنا لحضراتكم من تاني في اخر واهم جزء في الفيديو. نبتدي طبعا باهم حاجه وهي الاسعار. لو هنبتدي بالهونداي الاكسنت الار بي موديلات 2025 باخر ابديت للاسعار، فالفئه الاولى بقت بتتقدم بسعر رسمي 765000 جنيه وغير رسمي 865، الثانيه 795000 جنيه وغير رسمي 910، الثالثة 835000 جنيه والغير رسمي بعد الاوفر برايس ب 965000 جنيه، والقبل الاخيرة ب 855000 جنيه والغير رسمي 985، وكسرت المليون في بعض الاماكن. الاخيرة الهاي لاين ب 890 رسمي وبعد الاوفر برايس من 1,020,000 لمليون و50000 جنيه. عزيزي المواطن، لو هنخش على العربية النيسان الصني، فالفئة الأولى المانوال بتيجي ب 695.5 رسمي، الثانية الأوتوماتيك 735000 جنيه رسمي وغير رسمي 750، الأوفر برايس هنا قليل عن الأكسنت الأر بي، الثالثة الأوتوماتيك بلس ب 765000 جنيه والغير رسمي 795000 جنيه، والسوبر صالون الأخيرة رسمي 795000 جنيه وغير رسمي من 855 ل 870000 جنيه. العربية الرينو التالنت الأولى بتيجي ب 800000 جنيه والغير رسمي بتيجي ب 850 ل 860000 جنيه، الثانية بتيجي ب 900000 جنيه والغير رسمي لحد 930000 جنيه. الأوفر برايس هنا كبير جدا على الهونداي الاكسنت الار بي، لان طبعا حضراتكم عارفين الاقبال عليها كتير، السوق عرض وطلب، او اي عربيه عليها اقبال الاوفر برايس بيزيد عليها. نيجي لكل عربيه ايه اللي ليها وايه اللي عليها في الثلاث عربيات اللي موجودين معانا النهارده. نبتدي بالعربيه الهونداي الاكسنت الار بي. الهونداي الاكسنت الار بي عجنينها وخبزينها وعارفين كل التفاصيل اللي موجود فيها، قطع غيار متوفره في كل مكان، سهل ان انت تشتري العربية، بس الاهم من شراء العربية قطع الغيار وتوافر قطع الغيار واسعار قطع الغيار، لانها بقت غالية جدا جدا، فتبقى انت عامل النقطة ديت في الحسبان، ما تجيبش العربية وبعد كده تلبس او تيجي تتفاجأ بقطع غيارها واسعار قطع غيارها، فدي نقطة مهمة ومهمة جدا جدا. هونداي الاكسنت الار بي ممتازة، عملية، اعتمادية، وحط تحتها كذا خط، مفيش اي مشاكل لا في الموتور ولا في الفتيس في الاساسيات اللي موجود فيها، بس المساحات اللي موجوده فيها قليله شويه. لو انت مش فارق معاك الموضوع دوت توكل على الله واشتري وانت مغمض، عربيه ممتازه وبتمسك سعر. العربيه النيسان الصني موديلات 2025 بقى موجود فيها الاي اس بي، الثبات الالكتروني. هل ده بيحسن الثبات شويه عن الموديلات اللي موجوده قبل كده؟ الله اعلم، بصراحه انا ما جربتش. العربيه النيسان الصني برضو احنا عجنينها وخبزينها ومنتشره انتشار كبير جدا في السوق المصري، ناقص العربيه تجيلك في الحلم وانت نايم من كتر انتشارها، من كتر ما انت بتشوفها. فالعربيه مش هتبيع المبيعات الخرافيه ديت وهي عربيه مش حلوه، وهي عربيه بتموت الناس، عليها اللي عليها وعليها اللي عليها، صك خفيف صك خفيف. العربيه خفيفه على السرعات، خفيفه على السرعات، لا بتاع الجري اللي مصنعها ومش قال لك هي عربيه شبابيه سبورت تجري بيها وتاخد بيها غرز وتعمل بيها وتأمرك والكلام ده كله، هي مش بتاعت الكلام ده. عربيه في المدينه تشتغل عليها هتديك اداء ممتاز وهتوفر معاك في البنزين
مفيش فيها اي مشاكل في الاساسيات، موتور ونقل حركه والتكييف طبعا لا يعلى عليه ممتاز وكويس جدا جدا، والمساحات اللي موجوده في العربيه برضو ممتازه وكويسه. نروح على العربيه الرينو التالنت. العربيه الرينو التالنت عربيه جديده في السوق المصري، ناس كتير بتتكلم عن الموتور اللي موجود فيها ان هو صغير جدا جدا. هو صغير جدا جدا ومش هيديك الاداء اللي هو في دماغك، موتور كده بالبلدي او باللغه العاميه بطه بلدي، مش هيديك الاداء اللي في دماغك، موتور صغير جدا على حجم العربيه. هل الموتور ده هيبقى فيه مشاكل قدام؟ هل العربيه ديت هيبقى فيها عيوب؟ الله اعلم، لان هي عربيه لسه جديده في السوق. هتكلمنا عن اكسنت الار بي، هتكلمنا عن النيسان الصيني، هقعد لك فيهم شعر من هنا للصبح. احنا عارفينهم، عربيات موجوده في السوق لسنين واحنا عارفين كل اللي موجود فيها، لكن عربيه لسه جديده في السوق هتيجي تقول لي ايه عيوبها؟ هتيجي تقول لي الموتور دوت؟ محدش يقدر يقول لك حاجه. حتى لو انا خدت العربيه دي قعدت معايا شهر، في الاول وفي الاخر هي عربيه زيرو، مش هيظهر فيها عيوب اللي في دماغك. بس طبعا العربية الباكج اللي بتتقدم بيها سواء كانت عوامل الامان او الاوبشن اللي موجود فيه بصراحة ممتاز. بنتكلم دلوقتي في اساسيات الله اعلم بيها، محدش يعرف اي حاجة عنها. ديت كده كده كل التفاصيل اللي موجودة في كل عربية من الثلاث عربيات، الاكسنت، النيسان، الرينو. لو في اي استفسار عند حضراتكم حبيت تستفسروا عنه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنرد على حضراتكم. ما تنساش تعمل الاشتراك الجميل بتاعنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد من وردد اوتو. بيجي فيسبوك هنحط اللينك بتاعتها في الديسكريبشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.